بقالنا يومين كده تقريبا مع مسلسلات النصف الثاني، وطبعا بدأنا نشوف المسلسلات ونبدأ نتابع على طول، وهي الحقيقة لوحة كده جميلة متنوعة، دراما مختلفة فيها كده يعني موضوعات كتيرة. من أبرز المسلسلات في النصف الثاني مسلسل بقينا اتنين. أولا عجبني الاسم، فكرة عارف إن فكرة إن إحنا نبقى إحنا الاتنين عايشين في بيت واحد، فالعادي إن إحنا نبقى بقينا يعني نبقى واحد، لكن لما أول ما بقينا اتنين معناها على طول إن إحنا انفصلنا أو كل واحد بقى لوحده، لأنه كتير قوي بنبقى في البيت يقولك إيه خلينا حاجة واحدة، إحنا الاتنين حاجة واحدة. يا ترى ده اللي هم قاصدينه، ده اللي إحنا هنشوفه لما نعود مع النجمة والفنانة رانيا يوسف اللي أيضا منورة شاشة رمضان. يا رانيا مساء الخير. مساء الفل عليك يا شفكي وعلى كل الناس، وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان وانتي طيبة كريم. وانتي طيبة وبألف خير. احكي لنا حكاية بقينا اتنين، يعني انتوا بدأتوا المسلسل اتنين، يعني حصل الانفصال على طول. تمام، احنا بادين سخنين جدا من اول حلقة. ايوه احنا بادين كنا واحد لمدة 25 سنة. تمام. والتراكمات والملل والروتين والمسؤولية صحيح. وعدم تغذية الحب لمدة 25 سنة بقينا اتنين بعد 25 سنة. عارفة فكرة لما كنا بنعمل الطلاق الصامت والخرس الزوجي وكل الحاجات دي بتحصل جوه البيوت. بالظبط بالظبط، فهو ده اللي حصل بالظبط بعد 25 سنة، انه بقوا اتنين لكل اللي انت قلتيه ده، الخرس الزوجي والتعود والملل والمسؤولية، وحد بيشيل المسؤولية وحد ما بيشيلش المسؤولية، فحاجات كتير بتتلخبط، مفيش توازن في الحياة، مفيش تغذية للمشاعر. صحيح. مبقاش في وقت للمشاعر، مفيش وقت للرومانسية، مفيش وقت لينا، مفيش وقت للزوجين يبقوا مع بعض طول الوقت، يا إما في وسط ناس، يا إما في وسط ليالي، يا إما في وسط الشغل. كل ده كل الحاجات دي كلها خلتهم بقوا اتنين، كل واحد بقى مستقل في حياته. صحيح. وانت عارفه كمان يا رانيا انه الزمن اتغير، يعني لما نرجع كده ورا ونبص على الزمن يعني حتى سنين مش بعيده قوي، نلاقي انه ايقاع الحياه لما كان ابطا شويه والناس عندها نفس شويه وكانت الناس تشتكي ما فيش رومانسيه، لكن مع الايقاع السريع وكل واحد بقى عنده يعني استقلاليه في شغله وفي حياته ومشاكله، بقى بالعكس محتاج الرومانسيه ومحتاج الدعم والسند طبعا اكتر طبعا بكتير طبعا. من الاول. انا يعني عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي بنبقى كلنا قاعدين في اوضه واحده، بس كل واحد قاعد لوحده، منفصلين. صحيح منفصلين، كل صحيح. واحد ماسك موبايله او قاعد في اوضته بيتفرج على حاجه او ماسك موبايله، حتى التواصل بالكلام ما بقاش موجود. صح. فدي يعني على قد ما العينين التكنولوجي فيها العينين ما حاجات بتتلاقيش، يعني عارفه خالص كله من خالص بعيد لبعيد، يعني خالص. انت الناس ساعات بتمشي على بتبقي طول. في نفس البيت وما بتبقيش عارفه مين راح فين، جه منين، صحيح. مين خرج، مين موجود لسه في البيت، ما حدش، ما فيش التواصل بتاع زمان. كنا طيب. كلنا بنقعد نتفرج على فوازير رمضان في نفس التوقيت، طبعا المسلسل نفس ده التوقيت، نفس الكنبه ونفس ناس الكرسي كل صينيه متجمعين الكنافه، كلنا، الكلام ده ما بقاش موجود اصلا ما بقاش خلاص. موجود نفس ايوه صح. الحكايه. فهي فاحنا كل واحد بقى مستقل بشكل مخيف الحقيقه، انا شايفه وبقى عنده حياته بشكل مخيف يعني. اكيد انا شايفه دلوقتي مشاهد من المسلسل الناس بدات تتابع. اولا كلميني عن وجودك في 15 حلقه، لسه كنت بقول ان هي عامله روح حلوه، التغيير ده عامل روح حلوه على شاشه رمضان. عامل روح حلوه، عامل تنوع، وعامل حاله، ما فيش حاله ملل، ان المسلسل ما فيهوش لونجير، ما فيهوش رغي كتير، في احداث سخنه سريعه، ما فيهوش تطويل، ما تحسيش ان في حلقه معديه وما فيش حدث بيحصل، الحوار سخن، المشاعر حاضره على طول. انا شايفه ان ال 15 حلقه ده من انجح الحاجات اللي حصلت، لانه اولا زي ما انت قلتي في اول بدايه اللقاء ده، انه بقى في تنوع في رمضان، انت بتشوفي وجوه جديده وبتشوفي صحيح. كتيره، والحقيقه ان ال 15 حلقه عملت مسلسلات كتير وفتحت بيوت ناس كتير قوي قوي، أكيد يمكن ناس أكيد. كتير كانت قاعده بقى لها فتره ما تشتغلش، فادت فرصه لناس كتير انها تشتغل الحقيقه. طب كلميني بقى عن الشخصيه اللي انت هتقفي جنبها، اللي انت بتلعبي دورها، وهل هتنصفيها في المسلسل ولا هيجوا عليكي وعليها؟ بصي مش عايزه احرق،
بس انت عارفاني انا دايما بناظر الستات، طبعا طبعا حاجه من غير مشجع بس انا عايزه اقول لك حاجه، هو في حد يقدر يطلق رانيا يوسف في المسلسل؟ عملها ازاي شريف يعني؟ هعملها مفاجاه اهو شريف، اول حلقه وفاجئنا اهو. لا طبعا هي شخصيه ياسمين في المسلسل يعني مثال لستات كتير قوي في مصر او في البلاد العربيه عامه او في البلاد الشرقيه، اللي هي الست اللي ابتدت تشتغل بقى لها 20 25 سنه صحيح، وبتخلف وبتبقى مسؤوله عن بيت وعيال وزوج، اللي هو احنا يا رانيا يعني، اللي هو احنا بالظبط. احنا بس عايزه اقول كده بتتكلمي على ناس كتير قوي يعني. بالظبط احنا الحقيقه احنا بالظبط، فاحنا هنتفرج ونشوف حلتوها ازاي يعني هنشوف الحل ايه. بايونيك وومن، عارفه بايونيك وومن؟ أيوه. اللي هي بتعمل كل حاجه، والمفروض ان طول الوقت المجتمع والزوج والعيله المفروض طول الوقت يدوها 10 من 10 في كل حاجه. طبعا ده لازم، يعني هي المفروض تبقى واخده 10 من 10 في كل حاجه، ومش من حقها لا تتعب ولا تمل ولا لا تتضايق ولا تزعل ولا تشتكي كمان، لما تشتكي هتبقى نكديه وزنانه وغاويه. بصي يا رانيا، واضح كده انا وانتي قلبنا مليان في كتير، فاحنا محتاجين بقى ايه تنورينا ونقعد نعمل القعده دي، وان شاء الله نكون بنبارك لك على نجاح المسلسل. انت منوره شاشه رمضان، وهنتابع عشان اشوف بقى شريف هيقدر عليكي ولا ياسمين هتنتصر، ولا انا اللي هقدر عليه ولا احنا اللي هنقدر عليه يا شفكي. ان شاء الله يعني بقيتوا اتنين، ربنا يكملها على خير بقى يعني. يا رب. يمكن على العيد نجيب المأذون تاني، الله اعلم يعني. الله اعلم. الله اعلم. بشكرك الفنانه الجميله الرائعه رانيا يوسف، ومسلسل بقينا اتنين بشكرك شكرا جزيلا.